روحك من أخلاقك. لو نفسك تعمل حاجة ما تقعدش تقول نفسي أعملها، اعملها دلوقتي وحالا. وحشك حد كلمه، ما تقولش هبقى أكلمه. عايز تشوف حد قبله دلوقتي. بتحب حد قوله. الوقت الصح اللي كل حاجة فيه مظبوطة هي الثانية اللي الفكرة بتيجي في دماغك أو الإحساس بيجي في قلبك. اللحظة المناسبة بتضيع عليك لما بتضيع وقت في التفكير كتير في المعوقات والمشاكل اللي هي أصلاً في دماغك أنت بس. جرب الفعل بدل ما تقول هعمل، وعلى الأقل هتبقى عملت اللي عليك. حتى لو ما وصلتش للي أنت عايزه بالظبط هتبقى خطوة أقرب. خد الخطوة وهتلاقي نفسك سبقت بخطوات كتير عن اللي لسه واقف بيفكر. هي خطوة. روحك من أخلاقك. روحك من أخلاقك.